للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام، يعني من الواضح من خلال التقارير الأخيرة الدولية والغربية أن الشغل الشاغل الآن هو الحفاظ على مستويات مستقرة بشكل أو بآخر من التضخم على المستويين، إذا كان المستوى الأساسي أو المستوى الإجمالي. كيف تقيم هذه المرحلة مع غلو غير مسبوق في الأسعار ومع حديث من المتخصصين في الغرب حول خطورة استقرار مستوى التضخم؟ مساء الخير استاذ اللامع، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. بالتاكيد ما زالت المخاوف بتواجه الجميع، ما زال معامل المخاطر مرتفع على الرغم من كل الاجراءات اللي اتخذتها البنوك المركزيه على مستوى العالم بما فيها الفدرالي الامريكي اللي هي اخذ خطوات عنيفه في رفع اسعار الفائده مره تلو الاخرى، على الرغم من انه الاجتماع الاخير كان رفع بوتيره اقل 25 نقطه، لكن الارتفاعات في الاجتماعات السابقه كانت بتصل ل 75 نقطه. وتقريبا بنتكلم على معدل فائده على الدولار تقريبا 5% في الولايات المتحده الامريكيه، ومع هذا ما زال شبح التضخم بيهدد الجميع. وعلى الرغم ايضا من اتخاذ للفدرالي الامريكي اللي رفع اسعار الفائده واللي بيتلوه نفس الاتجاه لباقي البنوك المركزيه او الجزء الاكبر منها على مستوى العالم، كل ده سعيا لمحاوله تحجيم معدلات التضخم، الا انه ما زال حتى الان موجه ارتفاع الاسعار مستمده وان كانت بوتيره اقل. واتصور ان الخوف ليس فقط فيما يتعلق بالتضخم، الخوف الاكثر خطوره هو من الركود والكساد، لانه هو ده اللي مش بس انه هيؤدي ل انخفاض معدلات النمو وهتكون سلبيه في عدد من الاقتصاديات، لكن الامر الاكثر خطوره انه ده هيؤدي لتقليص فرص العمل، هيؤدي لتقليص مستويات الدخول، هيؤدي لانتشار او زياده معدلات الفقر، وده هيؤدي لمشاكل اجتماعيه. يعني المشاكل الاقتصاديه هي بدايتها من مشاكل سياسيه او عسكريه انقلبت مشاكل اقتصاديه، هتنتقل انها تصبح مشاكل اجتماعيه ثم سترد مره اخرى لمشاكل سياسيه. وده اللي احنا بدينا نشوفه في عدد من الدول، انه الضغوط احنا بنشوف اضطرابات ومظاهرات في عدد من الشوارع في باريس، في لندن، في بعض الامور الامريكيه، فده معناه مخيف، لانه معنى كده انه الوضع المواطن اصبح صعب، غير قادر على تحمل نفقات المعيشه، واحنا الحقيقه بنشوف حاليا طلبات للهجره من دول المفترض انه معروف عنها انها دول رخاء ورفاهيه. لما نشوف عدد طلبات الهجره للخارج بحثا عن اسواق او اقتصاديات يكون فيها مستوى المعيشه افضل، يعني قوه الدخل يمكن لها ان تلبي احتياجات المواطن، فده رساله خطر مفترض انه القاده السياسيين في دولهم يدركوا هذا الامر ويبحثوا عن حلول هي في الاساس ليست اقتصاديه، لانه المشكله الاقتصاديه التي يعيشها المجتمع الدولي ككل حلها ليس اقتصادي، لانه كل ما يفعله الاقتصاديون هو محاوله لتخفيف حده الالم. لكن هيظل النخبة الاقتصادية في العالم دكتور فقدت الأمل في انتهاء قريب للعملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية، ولكن بشكل أو بآخر يعني الفيدرالي الأمريكي هو محرك أساسي وكبير لعدد من الدول ليس بالهين في العالم إن لم يكن العالم كله، ومن المتوقع أنه يخرج بسياسات جديدة أو ربما تفاهمات جديدة بعد الاجتماع يومي الحد 21 و 22 من مارس الجاري. دكتور، هل تتخيل أو تتوقع بحلول أو ربما يعني محركات جديدة من قبل الفيدرالي الأمريكي اللي هو محرك زي ما ذكرت لحضرتك يعني لكثير من دول العالم في المرحلة القادمة؟ ما يمتلكه الفيدرالي الأمريكي أو ما تمتلكه البنوك المركزية هو اتباع سياسات تقليدية، والسياسات التقليدية بالتأكيد بيتزامن معها رفع أسعار الفائدة، ورفع أسعار الفائدة بيضغط على الاستثمار وبيضغط على الدين، وهي دي الحقيقة. المستفيد الأكبر من رفع أسعار الفائدة هو الفيدرالي الأمريكي أو الدولة يعني الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن الدول اللي بتتبع ذلك يا دكتور. صحيح، احنا بنتحدث عن حجم الدين في الولايات المتحده تجاوز 31 تريليون دولار. نعم. وحجم الدين بيتزايد بشده اخذا في الاعتبار انه كل رفع في اسعار الفائده بيزيد من حجم الدين. والمشكله ما بقتش بس حجم الدين الامريكي، لكن حجم الدين على المستوى الاقتصادي العالمي اصبح مخيف، ومعامل المخاطر اصبح مرتفع، والامر الاكثر صعوبه انه هذا الدين
مش بس انه بيضغط عليه دفع اسعار الفايده، لكن كمان بيضغط عليه زياده موازنات التسليح في موازنات للدول اللي ضالعه في هذه الازمه. وخلينا ناكد على انه ما يتم تقديمه لاوكرانيا سواء كان بشكل مادي او حتى بشكل عسكري، كل ده له كلفه بتتحملها الموازنات. ومزيد من الامداد بالتسليح بياتي على حساب الاحتياطي الاستراتيجي من الاسلحه، وبالتالي الدول او الحكومات بتسعى انها تستعيد هذا الاحتياطي الاستراتيجي. انا اتحدث عن امريكا، بريطانيا، المانيا، فرنسا، كل الدول اللي ما زالت بتغذي اوكرانيا بالسلاح لتستعيد عن موازنات التسليح بمزيد من الانفاق في الموازنه العامه، وبالتالي ده معناه مزيد من الدين، وده معناه مزيد من الضغوط الاقتصاديه. كما اشرت في البدايه انه هذه الازمه حلها المفترض لن يكون اقتصاديا، حلها انه الازمه المشتعله حاليا تتوقف، وحينها يمكن ان نبدا في التعامل الهادئ او يكون في بارقه امل في نهايه النفق المظلم. لكن اما وانه الازمه ما زالت مشتعله، وما زال حرب تقسيم العظام مستمر، وما زال الامداد في التسليح ما زال مستمر من كافه الاطراف، حتى وان كانت بعض القراءات دكتور هشام تشير الى انه الغرب اصلا هو الطرف الذي يعني يطيل من امد الازمه مع الامدادات العسكريه ويعني تغير اشكالها خلال المراحل الماضيه لاطاله امد الازمه على الارض، على الرغم من ان هم يعني من الواضح انه الاوضاع سيئه جدا فيما يتعلق بالاوضاع الاقتصاديه على الارض. بالتاكيد، والحقيقه المشهد اصبح واضحا للجميع انه الدول الغربيه بالتاكيد بتسعى لاطاله هذه الازمه، وعشان كده مهم جدا انه باقي الدول العالم. هل يمكن ان يكون الامر له علاقه بمصالح اقتصاديه ولكن مع شركات كبرى متعلقه بتوريد اسلحه، متعلقه بتوريد طاقه لدول العالم؟ لا، ما يتعلق بدول الاتحاد الاوروبي ما زال الثمن اللي بتدفعه كبير للغايه. ما يتعلق بالاقتصاد الامريكي بالتاكيد قطاع السلاح بينتعش، بيحقق عوائد، لكن خلينا نؤكد على انه اي مكاسب هيحققها شركات الاسلحه في الولايات المتحده الامريكيه هتاتي على حساب الاقتصاد الامريكي. صحيح ده بيبني ثمار ايجابيه في الاجل القصير، لكن في الاجل المتوسط والطويل بالتاكيد هذه الزياده في الموازنه العسكريه بتاكل كل العوائد اللي بتتحقق في الشركات المنتجه للسلاح. وبالتالي اتصور ان هذا الحرب الكل سوف يخرج منها خاسر، الدول المشتركه وايضا للاسف الشديد باقي دول العالم التي ليس لها نقوه ولا جبل فيما يحدث بالتاكيد ايضا هي تتحمل جزء من الخسائر. وبالتالي القاعده الثانيه انه الحلول في يد الاقتصاديين اصبحت منحصره قليله للغايه، لكن الذي يمكن ان يحقق حلول ناجعه وتهدئ من موجه ارتفاع الاسعار العنيفه هو ان تتوقف عجله الحرب الدائره حاليا. دكتور هشام، اخيرا يعني ونحن بحلول شهر رمضان المبارك، كل عام وحضراتكم بالف خير. الدول الاسلاميه في العالم يعني وضعت بعض التوقعات بشان التضخم وايضا بشان بعض التوقعات في بعض الدول عن زياده الاسعار للمواد الغذائيه، نظرا طبعا لسلوكيات المسلمين حول العالم مع حلول هذا الشهر. توقعاتك ايه دكتور؟ بالتأكيد الحكومات بتسعى أن تقدم ما هو متاح لديها، لكن بالتأكيد أيضا الموازنات الخاصة بالدول عليها ضغوط كبيرة. هذا الأمر غير يعني مش كل حكومات العالم تستطيع أن تحقق هذا الأمر، ومش كل الاقتصادات تستطيع أن تتحمل هذا الأمر. بالتأكيد شهر رمضان المبارك وكل عام وحضرتك والسادة المشاهدين بخير بالتأكيد هيكون عنصر ضغط مؤكد، حجم الاستهلاك بيتزايد على عكس ما يجب ان يكون، لكن هي الفاتوره الحقيقه بتكون مرتفعه، وعشان كده مهم جدا انه هذا الشهر الكريم يعدي بشكل او باخر، وبعدها يكون للوضع الاقتصادي او الشان الاقتصادي او معدلات الانفاق مفترض يكون لها حلول اخرى، لكن هو للاسف كما اشرت انه الحلول المتاحه امام الاقتصاديين اصبحت ليست كبيره، وهيكون الامر رهن ب توقف عجلة الحرب. شكرا لك دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار.